معي على الهاتف السفير أمجد العضيلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة. سعد سفير، مساء الخير. مساء الخير أستاذ نشأت، يعطيك العافية. سعد سفير، يعني ما جرى اليوم في بغداد بيمثل انطلاقة عربية أعتقد انتظرناها كثيرا، تجمع العواصم العربية الثلاثة القاهرة عمان بغداد في تكتل اقتصادي بيضفي مزيد من الأهمية على النظرة المستقبلية للدول الثلاث. كيف رأيت وكيف قرأت هذا التكتل بهذا الاجتماع اليوم ومخرجاته من خلال البيان الختامي؟ بداية مساء الخير لك ولكل المشاهدين. حقيقة يعني كما تعلم هذه القمة الرابعة اللي تجمع الزعماء الثلاث، صحيح، والتأكيد والاستمرار على انعقادها دليل أكيد وثابت وواضح على الرغبة الصادقة وعلى حرص القيادات السياسية الثلاث لإنجاح هذا النموذج التكاملي العربي. يعني نحن بالأردن بكل فخر واعتزاز يعني نهنئ بداية القادة الثلاث على هذا الإنجاز وعلى هذه القمة التي انعقدت اليوم على أرض الرافدين، في رسالة تحمل العديد من الدلالات والتي يمكن البناء عليها. البيان الختام اليوم يعني لا ركز على جهود الحكومة العراقية في إرساء الأمن والاستقرار في العراق وترسيخ السيادة الوطنية، لأنه استقرار العراق وأمن العراق هو مصلحة أردنية ومصلحة مصرية ومصلحة عربية. عراق مستقر يعني أيضا التعاون بين الدول الثلاث اللي هي تشكل ثقل سكاني يربو على 150 مليون، فهذا التكتل الاقتصادي يتيح المجال لتكامل بين الدول الثلاث بداية وأيضا انطلاقة لتكامل عربي. بالتأكيد يعني نستطيع القول أن العلاقات بين هذه الدول تجاوزت إطار التعاون وأشكال الشراكة إلى مرحلة تتماهى فيها درجة التكامل الاستراتيجي التي تبني فعليا وتطبيقيا على المزايا النسبية لكل من الدول الثلاث. كل دولة لها مزايا نسبية في اقتصادها، ولازم هذا التكامل نبني عليه بين الدول الثلاث. احنا يعني كما تعلم المنطقة شهدت نماذج سابقة وتكتلات سابقة، لكن الفارق اليوم بهذا النموذج انه يعني جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء العراقي يعني ضربوا مثالا سياسيا واخويا لتحويل الاتفاق الى واقع تطبيقي ملموس، صحيح، لا يقتصر على اجتماعات بل يحقق نتائج نراها ونلمسها اليوم في مشاريع مشتركة وشراكة استراتيجية. هذا التكامل والبيان الختام اليوم الذي صدر اليوم عن القمة يشكل انطلاقة حيوية ومهمة، وسنرى خلال الأيام والأسابيع القادمة تحقيق هذه أو ما ورد في البيان الختامي وما تمخض عنه اجتماعات اليوم إلى واقع ملموس، سواء من خلال بناء المنطقة الاقتصادية أو المدينة الصناعية على الحدود الأردنية العراقية، وهي ستكون لمركز شراكة بين الدول الثلاث. وكما يعني لاحظنا يعني البيان الختامي انتقل من الصيغة اللغوية إلى الاتجاه بتوجيهات واضحة ومباشرة من القادة الثلاث لتطبيق أو لترجمة النموذج بالاستفادة من الموارد والتسهيلات المشتركة. وهذه المشاريع مثل التي أعلن عنها مثل مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية وربط شبكات نقل الغاز وخط نقل النفط الخام، يعني هي تتيح لنا خارطة استثمارية تشاركية كبرى لمشاريع الطاقة في المنطقة. ايضا يعني مشاريع التعاون في القطاعات الاقتصاديه الانتاجيه مثل الادويه والزراعه ستشهد ان شاء الله خلال المستقبل القريب نشاطا ملحوظا. القادة الثلاث اعطونا اليوم خارطه الطريق، وايضا سيكون هناك لقاءات على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين لترجمه كل ما ورد في البيان الختامي الى واقع ملموس. سعاد سفير، يعني سعاد سفير، هل كان الامن المائي
للدول الثلاث من ضمن جدول الأعمال. يعني سمعنا في يعني أكثر من تصريح على أنه الأمن المائي للدول الثلاث سواء القاهرة أو بغداد أو عمان لنا نفس التحديات المشتركة. يعني كيف رأيت هذا التوجه وهذا التفاهم بين الزعماء الثلاث؟ يعني بالتأكيد هو للأسف يعني في المياه العربية دائما منابعها هي في منطقة غير العربية. صحيح. وفي هناك تحديات مائية كبيرة سواء العراق أو الأردن أو مصر. ولذلك لابد أن يكون هذا الأمر موجود على طاولة المباحثات بين القادة الثلاث. ورأينا دعما وإسنادا قويا على للموقف المصري في موضوع سد النهضة. مياه مصر و حق البصر في مياه نهر النيل حق مقدس بالنسبة لنا، ولذلك نحن نقف إلى جانب مصر في الحصول على حقوقها المائية كما وصت كما نصت المواثيق الدولية. صحيح. وأيضا كما تعلم يعني أيضا العراق يواجه تحدي مائي أيضا في موضوع الأنهر التي تدخل من دول مصب غير يعني من تركيا، ولذلك يواجه أيضا هذا التحدي. فنحن دائما نقف إلى جانب مصر والعراق في حقوقها المائية، وفي هذه يعني أي عبث بهذه الحقوق هو يهدد التنمية في هاتين الدولتين، ولذلك نحن نقف خلف مصر والعراق في الحصول على حقوقهما المائية الكاملة التي نصت عليها المواثيق الدولية. سعادة السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، شكرا لك، كان معنا متحدثا عن هذه القمة الثلاثية المنعقدة في بغداد.